السلام عليكم بنتي، من فضلك بنتي حبيت نعرف يعني سيرورة العمل وسيرورة النشاط تاعكم خلال هذا الأسبوع. أعلم جيدا أنه أسبوع الاكتئاب، أسبوع القلق، أسبوع الاضطرابات، الخوف. يعني حبيت نعرف من الأول كيفاش بدينا، كيفاش بديتوا الاختبارات تاعكم بما أنها أسبوع مخصص لشهادة البكالوريا. اليوم الأول بديتوه باللغة العربية والشريعة، ما رأيك في موضوعها ولا كيف مر هذا اليوم تاع اللغة العربية والشريعة؟ وعليكم السلام. مع الأول كانوا التلاميذ يعني يرتبهم خوف نوعا ما من مواضيع البكالوريا، لكن بمجرد طولهم لي سوجي كان سهل مفيد متناول الجميع، خاصة اللغة العربية والشريعة علوم الشرعية، يعني كان سهل في متناول الجميع موضوعين. يعني كان كما يقولوا انطباع الارتياح عند أغلبية الساحقة تاع التلاميذ والطلبة، كانوا خدموا في هاد الموضوعين هذا في النهار الأول. نعم، كان موضوع يعني يفرح، كانوا يسنا، ما كانش متوقع بهذه السهولة، لكن الحمد لله. يعني النهار الأول فرحتوا، يعني كانت فرحة كبيرة، كانت فرحة إن شاء الله تكملوها، يعني تحفيز للعمل أكثر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. واليوم الثاني بديته بالرياضيات وإنجليزية. نعم، الرياضيات أيضا كان موضوع سهل، كاين اللي جاهم شوية صعيب صح، هو كان في المتناول. والإنجليزية أيضا كانت ثقافة عامة، ما اللي ما قرالوش يعرف يحلو، كان يعني سهل في المتناول. الرياضيات ماشي كانت طويلة شوية بنتي؟ نعم كانت طويلة بزاف، صح كان الموضوع سهل صح يدي بزاف الوقت، خاصة هذه المرة على حسب ما شفت بلي وزودوكم بالسندات وبعض المعلومات يعني اللي يفيدوكم في التحليل والبرهان والاستنتاج. نعم صحيح، هذه الطريقة الجديدة هذه. نعم كانت طريقة مساعدة يعني. نهضروا على النهار الثالث اللي كان فيه علوم تجريبيه، اللي هي ماده الام بالنسبه لشعب العلوم التجريبيه والفرنسيه هكذا. نعم كان موضوع تاع العلوم الطبيعيه كان ايضا في المتناول، لكن كانوا فيه شويه غموضات، يعني كاين وين تديك فكرتين وهو ما يحددلكش وين اما الفكره اللي تقدر تحطها له. السينو كان ساهل، والفرنسية كيف كان كما الإنجليزية ثقافة عامة وفي متناول الجميع. بوركتي بارك الله فيك. قعد وصلنا لليوم التاريخ والجغرافيا. التاريخ والجغرافيا كيف كان سهل بزاف، أكثر منهم كامل، كيف سوى الحرب الباردة ولا الثورة، كانوا في زوج سهلين، يعني كان في المتناول. يعني مالفين تحلوا المواضيع هذه بكثرة في الأقسام. نعم. على ما يبدو. نعم خاصة في البكالوريا البيضاء وحلينا هكا بزاف، ما كان يعني سهل مقارنة بالاختبارات تاع المدرسة. المدرسة بارك الله فيك. واليوم الأخير الفلسفة، يعني ختمتوها كذلك بنوع من الارتياح، الفلسفة والفيزياء. الفيزياء نعم بنتي. الفيزياء ثاني كان سهل، كان إقبال كبير على الموضوع الثاني الفيزياء. الموضوع الأول كان فيه نوع ما من الغموض، كان بزاف تعريفات في الموضوع الأول، إذا الأغلبية اختاروا الموضوع الثاني كان أسهل وأبسط. النووي نعم، موضوع النووي والقذيفة والمساوي كان سهل يعني جدا في المتناول. في المتناول الكل. إن شاء الله بنتي نتمنى لك على حسب من يشوفك كي على دراية بكل الأمور اللي حتتت في البكالوريا من بداية السنة إلى نهايتها حتى أيام الشهادة. نتمنى لك كل النجاح، نتمنى لك نتائج ممتازة في كل النقاط، في كل المواد عفوا، ومعدل ممتاز في شهادة البكالوريا واختيار اللي راكي حبات وإن شاء الله تروحي ليه في الجامعة، أنت وجميع بناتنا وولادنا إن شاء الله. شكرا بوركتي وبارك الله فيكي. إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا. شكرا.